السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو سنحاول نشوفوا تمرين في ترتيب العمليات الحسابية Priorité Opératoire et Calcul. إذا نذكركم بالأولوية بالنسبة للعمليات الحسابية، فدائما كتكون الأولوية لحساب ما بداخل الأقواس، بعد ذلك La division et la multiplication، بعد ذلك الاديسيون الى السوستراكسيون. اذا كنبداو بحساب ما بداخل الاقواس، الضرب والقسمه او القسمه والضرب في الترتيب، ثم بعد ذلك الجمع والطرح. اذا ا ايتيغال، اذا 12 ناقص 3 زائد 5. اذا عندنا طرح ثم جمع وعندنا أقواس. إذا كنبدأ بحساب ما بداخل الأقواس. إذا 12 ناقص 3 زائد 5 تساوي 8. إذا 12 ناقص 8 تساوي العدد 4. العدد ب، إذا 7 في 8 زائد 13. إذا ما عنديش أقواس، إذا عندنا نشوفو الضرب والقسمة. إذا كاين ضرب، إذا نبدأ بعملية الضرب. إذا 7 في 8 هي 56 زائد 13، إذا تبقى عملية الجمع. 56 زائد 13 هي 69، سي تساوي 12 مضروبة 13 زائد 8. إذا ضرب جمع، إذا دائما الضرب يسبق الجمع. إذا نبدأ بعملية الضرب. إذا 12 في 13 هي 156 زائد 8 هي 164. ندوزو للعملية الموالية دي. إذا 5 11 مضروبة في 4 زائد 3 مقسومة على 3 ناقص 7. إذا ما عنديش أقواس، إذا غنشوف الضرب والقسمة. إذا الضرب والقسمة، إذا عفوا هنا كاين زائد، إذا كاين هنا ضرب، كاين هنا قسمة. إذا يمكن لي نديرهم في نفس الوقت. إذا دي تساوي 5 زائد، إذا 11 مضروبة في 4، 11 مضروبة في 4 تساوي 44، زائد 3 مقسومة على 3 شحال كتساوي؟ 1، ناقص العدد 7. إذا حسبنا عملية الضرب ثم القسمة. دابا شنو بقات لي؟ بقات لي غير الجمع والطرح. يعني دابا كنديرو نقوم بحساب العمليات على حسب الترتيب. اذا 5 زائد 44 تساوي ماذا؟ تساوي 49. اذا 49 زائد 1 ناقص 7، اذا 49 زائد 1 هي 50 ناقص 7. 50 ناقص 7 تساوي 43. العملية الموالية، إذا أ تساوي 5 مضروبة في 13 ناقص 8 زائد 10 زائد 12 مقسومة على 12. إذا عندنا سلسلة من العمليات، كاين الملتيبليكاسيون، كاين لا سوستراكسيون، لاديسيون إي لا ديفيزيون. إذا دائما ما عنديش أقواس، إذا الملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون هما الأولى تنحسبهم. إذا كنحسب الملتيبليكاسيون اللي هي 5 في 13، إذا 5 في 13 65 ناقص 8 زائد 10 زائد، هنا كنحسبوا هاد العملية ديال القسمة، 12 على 12 1. إذا
شنو بقى لي؟ بقات لنا العملية ديال الطرح والعملية ديال الجمع. إذا نحسب في الترتيب، إذا 65 ناقص 8 كتساوي لنا 57 زائد 10 زائد 1. إذا 57 زائد 10 هي 67 زائد 1 تساوي 68. العملية الموالية F تساوي إذا 11 مقسومة على 11 زائد 10 ناقص 6 زائد 4 مضروبة 7. إذا دائما قلنا الأولوية قسمة ضرب ثم جمع طرح. إذا لدينا قسم هنا وهنا عندنا ضرب، كاين جمع وكاين طرح. إذا كنبدأ بحساب القسمة ثم الضرب. إذا 11 مقسوم على 11 واحد، 10 ناقص 6 زائد 4 في 7 شحال كتساوي؟ هي 28. إذا شنو بقات لي؟ بقات لنا غير الجمع و طرح. إذا 1 زائد 10 11 ناقص 6 زائد 28. إذا 11 ناقص 6 5 زائد 28. إذا 5 زائد 28 كتساوي لنا 33. ندوزو دابا العملية الموالية اللي هي جي تساوي 6 مقسومة على 6 زائد 7 مضروبة 5 ناقص 5 زائد 9. إذا قلنا أقواس ثم قسمة ضرب ثم جمع طرح. إذا لي بارونتيز هما الأولى. إذا كنعاود نكتب هادشي، هاد العمليات كاملين بدون ما نغيرهم، كنحسب هاد لي بارونتيز. إذا 5 زائد 9، 5 زائد 9 شحال كتساوي؟ إذا هي 14. إذا دابا كندير باقي العمليات. إذا شنو بقات عندنا؟ قسمة ثم ضرب. إذا القسمة والضرب وعاد الجمع والطرح. إذا 6 مقسوم على 6 واحد زائد 7 أو زائد 7 مضروبة في 5 35 ثم ناقص 14. إذا غنحسبو 1 زائد 35 36 ناقص 14. إذا 36 ناقص 14 تساوي 22. العملية الموالية إذا كما كتشوفوا خصني نطبق غير القواعد. دائما لي بارونتيز هما الأولى، قسمة ضرب ثم جمع طرح. إذا 5 زائد 1.4 زائد 6 مضروبة في 7 ناقص 8.6. إذا ما عنديش لي بارونتيز، عندنا جمع جمع ثم ضرب ثم طرح. إذا دائما الضرب كيسبق الجمع والطرح. إذا تساوي العدد كنكتبهم كما هما زائد إذا 7 في 6 هي 42 ناقص 8.6. العملية دابا اللي عندي فعندي جمع ثم طرح. إذا العملية تنجز في الترتيب من اليسار إلى اليمين. إذا 5 زائد 1.4 هي 6.4 زائد الشيء الآخر كنكتبو كما هو. إذا 6.4 زائد 42 هي 48.4 ناقص 8.6. إذا 48.4 ناقص 8.6 هي 39.4 أو 39.8.
آخر عملية إي تساوي 6.8 مقسومة 6.8 زائد 7.7 مضروبة 5.1 زائد 8.7. إذن قلنا دائما حساب ما بداخل الأقواس ثم القسمة والضرب ثم الجمع والطرح. إذن عندنا أقواس، يعني كنبداو بحساب ما بداخل الأقواس. إذن 6.8 مقسومة على 6.8، هادشي كيتعاود نكتبو كما هو، مضروبة ما بداخل الأقواس 5.1 زائد 8.7 كيعطينا 13.8. إذا عندنا ديفيزيون أديسيون ملتيبليكاسيون، إذا ديفيزيون والملتيبليكاسيون. إذا 6.8 مقسومة على 6.8 عادي قسمتو على نفسو كيعطيني 1 زائد 7.7 مضروبة 13.8. إذن جمع ضرب، إذن ضرب تسبق. إذن 1 زائد 7.7 مضروبة في 13.8 هي 106.26. إذن 107.26. إذن في هذه العمليات دائما نذكروا القاعدة ديال الأسبقية، دائما كنحسبوا ما بداخل الأقواس ce qui est entre parenthèses. بعد ذلك الضرب والقسمة أو القسمة والضرب. بعد ذلك الجمع والطرح.